اتجاه طريق أولاد موسى، طريق محفرة يعني قارعة الطريق واسعة، ولكن الإنجاز ديال هاد 700 متر يعني يعتبرها السكان حلول ترقيعية ولا تستجيب لمطالب السكان اللي كيطالبوا بربط بالشبكة الطرقية، بحيث أن هاد الطريق هذه لا تبعد إلا بثلاث كيلومتر عن الطريق الرئيسية باتجاه مدينة تطوان. إذا الأهمية ديال الطريق اقتصادية نظرا لأنها كتربط مجموعة من الدواوير والجماعات وكتلعب واحد الدور اقتصادي مهم.